مو بس السعادة أن واحد يكون مستانس، لا، يكون أنه مستقر ومكمل حياته بشكل طبيعي. غير أنه مكمل حياته بشكل طبيعي، لازم أن اللي حوالينه يكونوا مستانسين منه. ما شي فايدة هو يكون سعيد واللي حوالينه منضرين. مفهوم السعادة عندي طال عمرك رضا الله ورضا الوالدين، وأن يخدم الناس والمجتمع ويكونون راضين عليه. هو زرع الابتسامة في وجوه الآخرين وزرع الخير وتلبية احتياجات الآخرين. السعادة بالنسبة لي هو العطاء وخدمة الوطن وتحقيق الأهداف المرجوة للوطن. سعادة استانس، عيش حياتك، رسم الابتسامة على وجه الآخرين. أقدر أقول لك أن السعادة في المستقبل، ومثل ما ذكر الشيخ محمد بن راشد قالنا عام الخير، وبإذن الله راح يكون عام الخير.